يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، جاء في الحديث القدسي الصحيح شفاعة الملائكة وشفع، أقول جاء في الحديث القدسي الصحيح شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون وبقي شفاعة أرحم الراحمين فيشفع إلى نفسه. ما معنى فيشفع إلى نفسه؟ نعم، يقول ما معنى ذلك فيشفع إلى نفسه؟ إنه واضح أن الله ينجي من النار برحمته، من أهل الإيمان وأهل التوحيد ينجيهم برحمته بدون شفاعة أحد. نعم.